اهلا بكم مشاهدي في الجول في كل مكان. النهارده ضيفنا كابتن عطيه البلقاسي لاعب النادي الاهلي السابق. اهلا بك يا كابتن اهلا عطيه. بك يا بسوة، وسعيد ان انا معاك النهارده. في البدايه حابين نفكر الناس بمشوارك مع كره القدم، ابتديت فين ونهيت فين؟ لعبت في غزل دمياط، لعبت بلديه المحله، لعبت في الاولمبي، ثم انتقلت للنادي الاهلي. يعني انت من الاولمبي للاهلي؟ من الاولمبي للاهلي كانت الصفقه عامله 2 مليون واتنين لعيبه اعاره، مين هم؟ كان في مصطفى طلعت واحمد عبد الرحمن، كانت هي الصفقه كده يعني 2 مليون وعارة وعارة 2 لعيب. بالظبط. كان النادي الاولمبي، فالنادي الاهلي طبعا كان عايزني على شهر واحد بس، الاولمبي كان في السنه دي كنا بننافس على الهبوط، فرفضوا يعني ان انا اروح في شهر واحد، فبس انا مضيت العقد على اخر السنه يعني ان انا اروح لهم يعني على السنه مضيت الجايه. العقد الاول وبعد كده انتقلت اخر السنه. بالظبط كده، بالظبط. احكي لنا بقى يعني تفاصيل مفاوضاتك مع النادي الاهلي جت ازاي، ومن البدايه لحد ما رحت اول يوم ليك في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كان عندي تمرين في اسكندريه في الاولمبي، اول التليفون جالي من كابتن هادي خشبه. قال لي الكابتن عطيه البلاسي معايا؟ قلت له ايوه. قال لي الكابتن هادي خشبه؟ قلت له اهلا وسهلا. قال لي انت مرحب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له طبعا، يعني شرف لاي حد يلعب في النادي الاهلي. فقال لي طب خلاص، احنا الصفقه بتاعتك ان شاء الله ايام وهتخلص. فقلت له ان شاء الله خير، وقلت له طبعا انا لسه. قال لي احنا انت هتلعب معانا على اخر السنه، يعني مش هيجي لنا في شهر واحد. قلت له اوكي ما فيش مشكله. فالحمد لله يعني الصفقه تمت. يعني وقت انضمامك للنادي الاهلي كان مين المساكين الموجودين في الفرقه؟ كان في وائل جمعه، احمد السيد، محمد سمير، اشرف عبد الفضيل جابوه في الاخر. لما رحت الاهلي بقى في بدايه الموسم علشان تبتدي معاهم مشوار انضمامك للنادي الاهلي، كان طبعا يمكن حسب ما هو معتاد بيبقى في معسكر اعداد في بدايه كل موسم، فعلى ما اعتقد وقت تواجدك كان في المانيا وانجلترا، صح كده؟ بالظبط. بالظبط. احكي لنا بقى يعني المعسكر ده كان عامل ازاي بالنسبه لك، وده اول سفريه ليك مع النادي الاهلي، وايه كواليس المعسكر بشكل عام؟ هو طبعا كان معسكر كان بالنسبه لي كان حلو جدا، بس يعني انا كان في بيني وبين الكابتن حسام، قلت له انا حسام يعني البدر. كابتن حسام لعبت يعني رايحين هناك، كان في بطوله، فض بطوله وديه يعني لعب الفرقه كلها، يعني كل الفرقه لعبت الماتشات الوديه كلها الا انا، ليه يعني ما ما سألتوش؟ اعرفش. لا هو سألته يعني انا ليه ما خدتش؟ لا والله، هو كان انا مش الشخصيه اللي انا مش بروح اسال المدرب انت بتلعبنيش ليه، بس في لعيبه كبيره في الفرقه كلمتني وقالت لي روح كلمه، وانا برضو زي مين نصحك تعمل كده؟ كان محمد بركات، كان في هاني العجيزي برضو كلمني، بس بركات اللي كان بيكلمني كتير روح كلمه اديني فرصه، بس انا برضو كنت عاند جدا يعني ما رحتش كلمته، انا استنيت لما هو جالي. احكي لنا بقى لما جالك قال لك ايه؟ انتوا لعبتوا كام ماتش ودي انت ما شاركتش في ولا واحد فيهم؟ يعني انا في المانيا ثلاث ماتشات في المانيا، تمام. وانجلترا ماتشين، سيلتيك وبرشلونه برضو للاسف ما لعبتش خالص. 6 ماتشات ودي. يعتبر تمام. بعد عدم مشاركتك في المعسكر كله في المباريات ال6 مباريات الوديه وانت رفضت تكلمه، هو جالك ايه هي تبريراته في عدم حصولك على الفرصه؟ احنا كان عندنا ماتش مع سلتك في استاد ويمبلي، خسرنا 5-1، فاحنا تاني يوم عندنا تمرين، عملت تمرين جامده جدا جدا يعني الحمد لله. فخلصنا التمرين، طلع الباص، كابتن حسام كان قاعد في الباص ونادى عليا قال لي تعالى بلاسي، فرحت له قعدت جنبه، قال لي انت ما شاء الله يعني ماشي كويس الفتره دي كويس جدا، وشد حيلك وركز. فطبعا انا خدت الكلام اللي هو يعني انا هلعب الماتش الجاي، تمام. هلعب يعني بصراحه كان ماتش برشلونه يعني. طريقة كلامه يعني. بالظبط، كان ماتش برشلونه عادي يعني، ما اللعيبه كلها بتلعب يعني الحمد لله عندي ثقه في نفسي، واللعيبه اللي بتأدي انا هلعب زيهم بالظبط. المهم قال لي انت شد حيلك وان شاء الله هتبقى كويس. فطلعت الباص، انا كان قاعد جنب في الباص رمزي صالح، انا ما اعتقد كان هو اللي قاعد جنب في الباص. تمام. فقال لي كابتن حسام قال لك ايه؟ قلت له اشمعنى يعني؟ قال لي بسألك يعني، قال لك ايه؟ قلت له، قال لي شد حيلك ان شاء الله هتلعب وركز. فرمزي صالح رد قال لي انت مش هتلعب خالص. قلت له يعني ايه مش هلعب؟ يعني هو يقول لك انا بقول لك انت مش هتلعب. وفعلا كلام صح، ايه اللي حصل؟ الفرقه كلها لعبت انا ما لعبتش. ما اعرفش ليه، جه ماتش برشلونه برضو ما جه ادتش ماتش برشلونه لعبنا وانا خدت فرصه، سخنت من اول 10 دقائق، كان احمد السيد تالي كان اتصاب او حاجه زي كده، سخنت الشوطين كلهم والماتش خلص وما لعبتش وما لعبتش. فانا مش عارف ليه اصلا،
يعني ولا أنا ولا هو ولا هو اثناء تواجدكم في المعسكر اتكلم معاك في بعد القعده دي؟ لا هو اتكلم معايا، كان في المانيا برضو حصل مشكله بيني وبين احمد حسن في الملعب. كابتن احمد حسن الصقر العميد، تمرين بصلي باص كده جامد جدا، فوقفتها فبعدت عني. يعني احمد حسن بيقول لي ما توقف كوره كويسه بلا ستون، انت مالك انت؟ المهم خلاص خلصت وخلصنا تمرين، فانا طالع الباص احمد حسن لقيته بيزعق لي. طبعا زعقت في جامد جدا وعملت مشكله كبيره في الاتوبيس. ابو تركي هو اللي هداني فعلا، سال لي اقعد بالاسي اقعد وقعد. فالمهم انا بيني وبين نفسي حسيت ان انا غلطان، اللي هو يعني الصقر برضه احمد حسن راجل كبير وراجل نجم كبير ويعني، بس انا برضه يعني عندي شخصيه. فالمهم دخلنا الباص ونزلنا الريسبشن، فالكابتن هادي خشب نادى عليا، قلت عليا بالاسي صلح احمد حسن. قلت له انا اصلا كده كده جاي. المهم رحت له صلحته والموضوع عدى على خير يعني الحمد لله. رجعت في المانيا دي يعني الموضوع. رجعت مصر. كابتن حسام برضو البدري المدير الفني للنادي الاهلي، ابتديتوا الموسم بقى، ايه الاجواء اللي انت شفتها في الفرقه وحسيت امتى ان خلاص كده الدنيا بقت مش لذيذه خالص لعطية البلقاسي في النادي الاهلي؟ إيه عندنا ماتش ضد مع الانتاج الحربي، ففي المحاضره انا بكلمك كلام اول مره اكلمه مع حد يعني. تمام. ده حاجات في اوضه اللبس حصلت معايا بيني وبين حسام البدري. فعملت حط التشكيل واحمد السيد اللي هيلعب وائل جمعه، فهو بيتكلم في المحاضره فباصص لي قال لي سامع بالقاسي؟ قلت له ايوه سامع يا كابتن. قال لي اللي انا بقوله لاحمد السيد وائل جمعه تنزل الشوط الثاني تعمله. قلت له اوكي تمام يا كابتن. نزلت الماتش الشوط الاول ان احنا خسرانين 2-0، فالشوط الاول خلص اللعبه دخلت، فهو جاي على الدكه ومسخن. كان عماد متعب ومش فاكر مين تاني كده وامير سعيود، سخن. وانا المحاضره كانت معموله على مين؟ قال لي في اوضه اللبس ايه؟ انك هتلعب الشوط يعني الشوط الثاني تنزل تعمل اللي انا بقوله لوائل جمعه واحمد السيد. الشوط الثاني جه ومش فاكر كانت الدقيقه كام وما نزلتش برضه، الفرقه كلها نزلت. ولا برضه ما لعبتش. كابتن هادي خشب قال لي في جاي لك اعاره من اهلي بنغازي في ليبيا، توافق؟ قلت له موافق طبعا. كانت اعاره ولا بيع؟ لا اعاره سنه. من اهلي لاهلي بنغازي. سنه. كانت سنه. فانا وافقت. كابتن حسام بيقول لي انت ايه موافق بسرعه؟ قلت له طبعا موافق. قلت له يا كابتن حسام ان شاء الله باذن الله انا ما روحتش المنتخب من الاهلي، بس هروح المنتخب وانا بلعب بره. ولعبت الحمد لله وجبت جوان هناك وعملت موسم كويس، بس انا قعدت 6 شهور يعني. قعدت ست شهور وشاركت بشكل مستمر. طبعا شاركت كتير كل الماتشات يعتبر يعني. تمام. ورجعت تاني لقيت كابتن حسام مكمل في الاهلي، هو المدير الفني، هو اللي ماسك برضه. فقررت ان انا اطلع اعاره، جالي اعاره المقاولين، فطلعت اعاره المقاولين. كان في السنه دي موجود معايا محمد صلاح والنني، كانوا لسه برضه طالعين. وكملت الاعاره وخلصت الاعاره وكابتن حسام مكمل، فخلاص الاهلي اداني الاستغناء يعني. مجانا. خدت استغناء. طب تفتكر ليه كابتن حسام مثلا يعني هيتعامل معاك بالشكل ده، خصوصا انك جاي من الاولمبي لنادي جماهيري، وانك كنت حاطط في دماغك انك تاخد فرصه؟ كل زمايلك اللي في الفرقه كانوا بيديهم فرص، تفتكر ليه كان بيعاملك كده؟ هل التدريب مثلا ما كنتش بتخوض التدريب بشكل كويس، او ايه المغزى في كده؟ لا طبعا كنت بتمرن كويس جدا. هو بعد الموضوع ده، بعد ماتش الانتاج الحرب ده، عمل معايا اجتماع وقال لي عايزك، ورحت قعدت معاه كابتن هاني وكان كابتن احمد ناجي، يعني الجهاز كله كان موجود. قال لي ما تزعلش باللفظ كده، قال لي ما تزعلش انا خفت عليك من الماتش، النتيجه كانت 2-0 الشوط الاولاني. قلت له لا يا كابتن، خفت عليا من السنه اللي فاتت، انا لاعب 32 ماتش من 34 ماتش في الدوري الممتاز، لاعب اهلي ومقاولين، لاعب الدوري كله. تمام. فخفت عليا من ايه؟ انا مش صغير عشان تقول الكلمه دي. ويعني شديت معاه كده، حتى في اليوم ده اتخصم مني 5000 جنيه. انت كان اول قبض ليا كان في النادي، كان 5000 جنيه اتخصموا مني. كان مين مدير كوره وقتها؟ كان الكابتن هادي خشب. مين اقرب واحد ليك كان في الفرقه؟ يعني لو حصل لك حاجه بتجري عليه تحكي له، عارف اللي انت بتمر بيه؟ حسام عاشور يعني كلمني كتير، وبرضه نفس الزوج كان بيقول لي روح كلم كابتن حسام، بروح بركات كلمني برضه، اروح كلمه. بس خلاص انا هو مش عايز، فخلاص انا قررت ان انا امشي يعني. ابو تريكا لما جيت من النادي الاهلي كنت انت ومعاك اتنين تاني صفقات جديده، كان في امير سعيور وائل شفيق ومحمد خلف. محمد خلف، يمكن
ابو تريكه استقبلكم ازاي، وهل فعلا كان في هدايا بيقدمها للاعيبه اللي بتنضم جدد للفرقه بشكل جديد كل موسم؟ يعني احكي لنا تفاصيل مقابله ابو تريكه ليك وللمنضمين جدد للنادي الاهلي، وايه اللافته اللي عملها معاكم؟ لا، هو ابو تريكه بصراحه يعني شخصيه، انت اول ما تخش نادي الاهلي ابو تريكه لما بيقابلك بيحسسك ان انت داخل يعني بيته بصراحه. استقباله للاعيبه الجديده استقبال مميز قوي، وهو شخصيه يعني مش محتاج ان انا اتكلم على ابو تريكه، فيها شخصيه. ابو تريكه كان قريب مني جدا، كنا بنهرج على طول دايما برضه في الباص، كنت ببقى قاعد جنبه، فهو شخصيه محترمه يعني مش محتاج الواحد يقول له على حاجه، هو من نفسه تلاقيه بيعمل كل حاجه بصراحه. جاب لك هديه وقت انضمامك؟ جاب لي هديه فعلا، جاب لي رقم الموبايل اللي معايا. انت شكلك عارف. هو كان جايب خطوط للعيبه الجدد. بالظبط بالظبط. ما نصحكش ابو تريكه في ظل الضغوط اللي انت عشتها في النادي الاهلي بعدم مشاركتك تصبر فرصتك جايه؟ هل ما نصحكش؟ لا، انا يعني من كتر الظلم اللي انا شفته كابتن حسام ما طولتش في الاهلي. قد ايه بقى؟ يعني انا سافرت المعسكرات كلها وقعدت كتير، قبل ما الدوري قبل ما يبدا الموسم الدوري يبدا ابدا قبل ما الموسم يبدا فانا جالي الاعاره، يعني فقررت ان انا اطلع اعاره. انت طلعت الاعاره بعد قد ايه من انضمامك للفرقه؟ يعني اعتبر بعد ما خلصت فتره اعداد وخلاص، ده قبل الدوري يمكن بيومين ثلاثه يعني بالظبط، رحلت قبل الدوري قبل ما يبدا. الدوري بثلاث ايام بالظبط خلاص، لان حاطط التشكيل اللي هيلعب ماتش المحله، كان اول ماتش عندنا المحله، ما كانش فيه سردباكات خالص خالص، كان احمد السيد مصاب والجمعه كان مصاب، فانا المفروض رقم واحد ابقى موجود، لو مش هبدا ابقى اقعد احتياطي، لا انا كنت بره السكوب بره الماتش خالص. فدي انا استغربتها، واللعيبه ذات نفسها استغربت مفيش سرد باكات. فانا فاكر اللي هو دخل مين مكاني في الماتش ده، امير السعيود كستوبر. لا، هو دخله في القايمه في القايمه يعني ده دخله في القايمه، انا ازاي بره القايمه؟ حاجه غريبه جدا بصراحه، ما اعرفش كان بيتعامل معايا كده. ومش انا لوحدي برده، كان في كذا لعيب برده كده، اللعيبه الكبيره برده وقت وقت طبعا. زي مين؟ كان في برده كان معايا في فتره كابتن عماد متعب، كان مظلوم جدا برده نفس النظام. يعني انا ده بقول لك الحاجات دي معايا في الفرقه. قبل بدايه الموسم رحت اعاره 6 شهور اهلي بنغازي، خلصوا رجعت على الاهلي. رجعت على الاهلي وكملت اعاره حسام البدري. كان حسام البدري وقت قبل انضمامك وانت في الالومنيوم وجاي النادي الاهلي، الاولمبي الاولمبي قصدي، وجاي النادي الاهلي، كان حسام البدري مدير فني ولا مانويل جوزيه في الاول؟ لا، مانويل جوزيه اللي كان المدير الفني. انا شفت مانويل جوزيه مره واحده لما مضيت العقد في الاهلي في شهر واحد، كان هو موجود كابتن حسام البدري ومستر مانو جوزيه والكابتن عم ايهوب كان موجود برضه في الجهاز، والكابتن احمد ناجي. رحل مانويل جوزيه ولا رحل على اخر الموسم ومسك حسام البدري، فهي بقى من البدايه كانت كده. ولما رجعت من الاعاره من اهلي بنغازي خرجوني تاني المقاولين. بالظبط كده، خرجوني 6 شهور تاني. تمام. مفيش ولا مره حسيت انك عايز، لا انا عايز ارجع عشان اثبت نفسي او ان انا صفقه كويسه وان انا لاعب كويس ما حصلتش على فرصه المشاركه؟ يعني ما جاش في دماغك انك عايز تثبت للناس انا مساك كويس وبلعب كويس وجاي من لعبت الماتشات كلها؟ زي ما قلت لك انا عندي شخصيه كده، ان انا مش حتى لو حد ظلمني ما بروحش اكلمه، خلاص انت ظالمني وشايف كده، انا عارف امكانيات نفسي، عارف لو انا خدت فرصه هلعب، بس هو مش عايز يدي الفرصه، انا مش فاهم ليه. يعني انا برضو في هو كان في الفتره دي كان جاب شريف عبد الفضيل من الاسماعيلي. انت انضميت قبل شريف؟ انا انضميت قبل شريف، هو جاب شريف بعد ما انا جيت الاهلي، ما فيش 3 ايام او 4 ايام كانت الصفقه خلصت. انا حسيت من بعد ما شريف جه الاهلي واتقلب عليا قلبه غريبه جدا بجد في التعامل بصراحه، يعني مش عارف ليه لعب بطريقه 4 ورا، فبعدني جدا عن 4، مش عارف ليه. دي كانت برضو مشكله كبيره، كانت اول فتره الموسم ده 2009 ده يلعبوا 4 في مصر، 4-4-2. انتوا جربتوها وقتها في المانيا واتغلبتوا كتير طبعا. انا اتظلمت مع الكابتن حسام بدري، اتظلمت ظلم جامد جدا في النادي الاهلي بصراحه. مشيت من الاهلي، احترفت، لعبت في عمان، احترفت في النادي بعد ليبيا. بعد ما مشيت من الاولمبي بقى خلاص، يعني انا مشيت من الاولمبي بعد مش فاكر كانت 2000 بكام والله، 2016 ممكن او 2016. تمام. رحت نادي صلاله ولعبت هناك في الدوري المحترفين هناك والحمد لله. يعني بعد رحيلك من الاهلي بقى واتدرجت في كذا نادي، سواء في ليبيا سواء في الخليج، ما فكرتش ليه انك ترجع تاني تلعب كوره في الدوري المصري؟ انا بعد ما احترفت في عمان، خلصت الموسم بتاع عمان، رجعت على الاولمبي. انا رجعت على الاولمبي برضو، كملت مسيرتي في الاولمبي، لعبت في الاولمبي كتير
وخلاص يعني نهيت مسيرتي في يعتبر في انت الاولمبي يعني. بطلت وانت عندك كام سنه؟ 38 38 38 او 37 مش فاكر قوي. وقت انضمامك للاهلي كان في مفاوضات من انديه تانيه بترغب في الحصول على خدماتك، ولا ده كان العرض الوحيد؟ لا هو ده العرض الوحيد اللي جالي من الاهلي. طبعا كان موضوع سر جدا يعني، لما الكابتن ادي خشبه كلمني فقال لي الموضوع ده ما يطلعش الاعلام، وفعلا ده حقيقي فعلا. انت لعبت كام مباراه بقى في الإيلومبي؟ لا في الاهلي ولا في الاهلي ما لعبتش خالص. ما لعبتش خالص، ما فيش، ما ادانيش فرصتي ان انا العب، عشان انا وافقت ان انا اطلع اعاره يعني، كان عايز اكمل. بس انا وافقت ان انا شايف المنظر وشايف المدير الفني بيعمل ايه، فانا عايز العب. قررت ازاي في قبل نهايه مشوارك مع كره القدم ان دي اخر محطه ليا وانا مش قادر اكمل هبطل كره قدم خلاص؟ يعني كنت في نادي ايه وفكرت جات لك الفكره ازاي انك خلاص كده دي اخر حاجه مش هتكمل؟ والله بص، هو انا اساسا من دمياط، فبلد دمياط يعني، فانا كنت قادر العب لسه. فقلت اروح، اخويا كان ماسك نادي دمياط مساعد، فكلمني عايز انك تلعب معانا الموسم ده فنش، ورحت لعبت الموسم في دمياط وخلصت يعني. على كده دمياط اخر حاجه كانت دمياط يعني. في خلال مشوارك مع كره القدم ده وانتقالك من نادي لاخر، ايه اللي يعني ايه الحاجه اللي عمرك ما تنساها وكان نفسك تبقى في وقت مين وانت في منضم للنادي الاهلي؟ يعني كان نفسك تبقى مع انهي جيل وحاسس انك هتاخد فرصه؟ هو طبعا انا كنت في جيل كبير جدا، جيل اللي بيقولوا عليه الجيل الذهبي يعني، كان جيل كبير في الاهلي اللي هو 2009 ده يعني، سيد معوض، بركات، ابو تريكه، احمد حسن، حسين ياسر المحمدي، لا 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 جيل لعيبه كبيره مش عايز انسى حد، احمد متعب، كلها نجوم نجوم. وانا هم عارفين شخصيتي جدا. خلي بالك اللعيبه يعني اللي انا عندي شخصيه، ما بتكلمش مع حد، عايز فرصه، انا كنتش عايز غير فرصه بس، خدش الفرصه تحكم عليني وبتعمل معايا كده. ما فكرتش انك ما تمشيش من الاهلي الا لما تاخد الفرصه ليه؟ يعني ليه ما مسكتش فيها؟ ان مثلا انا صفقه جديده وانا انضميت للنادي الاهلي ما خدتش فرصتي، ليه ما ساعدش مثلا انك تحاول يعني تبذل مجهود او تسال انا ليه اشتريتوني ليه او تم تواجدي ليه؟ ما حسيتش انك عايز تعمل كده؟ ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس. كابتن حسام البدري في ماتشنا وانا بلعب مع الاولمبي في استاد اسكندريه ضد الاهلي وانا ماضي مع الاهلي، انت كان في مباراه كان في مباراة مع الاهلي وانت مضيت للاهلي، وانا مضيت للاهلي تمام. انا فاكر المؤتمر الصحفي. ما انا بسالك على كواليس عشان احنا الماتش ده خسرنا 2-1 تهيألي او 3-1 مش متذكر قوي يعني. كابتن حسام استضافوه في المؤتمر الصحفي، الصحفي سأله عليا عطية البلاسي، قال له عطية البلاسي من المساكين المميزين جدا، إضافة كبيرة للنادي الأهلي. أنا سمعت الحوار يعني. طب كل ده وأنا لما عطية البلاسي بقى قدامك يتعامل معاه كده؟ معرفش والله، أنا مش لاقي سبب يعني اللي هو يعمل معايا ليه كده. طب أنت بتتكلم عليا في مؤتمر صحفي وإضافة للنادي الأهلي، ومش انا اللي بقول الحمد لله انا 2008 دي اخد احسن سيد باك في مصر، لعب 32 ماتش، فدي حاجه كبيره جدا. هل مثلا انت شايف ان لما انضميت للنادي الاهلي المساكين كانوا لعيبه دوليه كبار ونجوم زي وائل جمعه، احمد السيد، بهديك شريف، هل ما كنتش شايف ان فرصك ضعيفه في الحصول على فرصه في وجود دول ولا خالص عادي؟ خالص خالص يعني. انت لو ليك كلام مع اللعيبه اسالهم يقول لك بالاس كان بيتمرن ازاي وكان مستواه عالي جدا، بس انت الفرصه مش عايزه تجيلك، تمام هتعمل ايه؟ طيب لا، اللعيبه اللي موجوده كلهم نجوم، وانا برضو انا جاي لهم من نادي الاولمبي مش نادي قليل، ونادي كبير لعب 32 ماتش، فكان بالنسبه لي زي اي لاعب في الفرقه. هل في مره من المرات اللي ما حصلتش فيها على فرصه في ظل عدم وجود سردباكات موجوده في القايمه، فهل مثلا انفعلت في مره او غضبت في اوضه اللبس فاللعيبه الكبار حاولوا مثلا يخرجوك من المود ده او يقفوا معاك؟ ماتش الانتاج الحرب اللي انا اتكلمتك فيه اللي هو الودي، اخر 10 دقائق في الماتش، سبت الدكه ومشيت. انا العجيز قال لي انت رايح فين؟ قلت له انا خارج. قال لي ما ينفعش. سوري، رحت على الجزمه ودخلت اوضه اللبس، غيرت وخدت عربيتي ومشيت. تاني يوم احنا بنتجمع الساعه 8 الصبح، اتخصم منك جالي 5000 جنيه في اجتماع فاتخصم مني بقى الفلوس دي اول بسبب الموقف ده يعني. ايه احلى حاجه شفتها في المده الصغيره دي اثناء تواجدك في النادي الاهلي؟ والله اللعيبه،
اللعيبه كلهم بصراحه بيستقبلوا اللعيبه الجديده بطريقه جميله جدا، بيدوك احساس كده اللي انت يعني انت جاي بيتك. كل اللعيبه الكبيره بصراحه بيستقبلوك، بيدوك احساس ان انت نجم كبير. تمام، فدي بصراحه حاجه انا حبيتها جدا. بنشكرك كابتن عطية ونورتنا، وعلى اللقاء دايما بإذن الله. حبيبي بس هو ساعدني انا معاك.